السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. تعتقدون أن ظهور علي عبد الستار أمس في قناة الجزيرة في نشرة إخبارية موضوع غير مدروس؟ لا، هو موضوع مدروس. أقول لكم ليش. قبلها بيوم انطلقت أغنية تعلم قطر اللي كتبها تركي آل الشيخ ولحنها رابع صقر وغنتها الأصوات الذهبية في المملكة العربية السعودية. علم قطر واللي وقف ورا قطر إن البلد هذي طويل البالها، بس المساي الليل وصلت للخطر. لا والله إن تشوف فعل رجالها، الأصوات الذهبية المحبوبة اللي يستمع لها ملايين البشر فجأة تغرد لصالح المملكة العربية السعودية وتضع خطوط حمراء رئيسية ضد قطر. أغنية تعلم قطر اللي كانت ترند في تويتر قبل أمس أوجعت كثير من الناس في قطر، ومن بينهم يعني فنانين معروفين، وغردوا أنه يعني حرام الأصوات الذهبية أو الأصوات الجميلة تستغل في الحرب. لا يا حبيبي، هذه حرب باردة، والأصوات اللي غنت أصوات أغلبها سعودية، محمد عبده، ماجد المهندس، رابع صقر، عبد المجيد عبد الله، في وليد الشامي، وممكن وأصيل أبو بكر اللي ما عندهم الجنسية السعودية لكن لهم ولاء في المملكة العربية السعودية، يحب بلدها الثاني، يعني عاشوا فيها وأكلوا من خيرها سنين طويلة، يعني فعادي أنهم يغنون لبلدهم للمملكة العربية السعودية. ظهور علي عبد الستار هو في قناة الجزيرة ظهور مدروس، وطبعا هو اللي كلمهم، مش هم اللي كلموه، هو اللي كلمهم وقال لهم أنا بأطلع في قناة الجزيرة وبأقول هالكلام كذا كذا كذا، وكان في سيناريو بين المذيع وبين الفنان، لكن في النهاية يعني علي عبد الستار أكل الكيكة الإعلامية، وفعلا كان اليوم ترند فنان قطري ترند يتكلم عن القضية القطرية السعودية بشفافية وبمحبة، وكسب تعاطف كثير من الناس في السوشيال ميديا وخصوصا في تويتر زي ما شفتوا. لكن أشهر أغنية لك ربما يا ناس أحب وأحب أسمع سواليفة. نعم، إذن هل أنت ما زلت تحبهم وتحب تسمع سواليفهم رغم هذه الأغنية ورغم كل ما يحدث أنت والقطريون؟ لم يبوا، عرفت كيف؟ شاءوا أم لم يشاءوا، هذا ولا من دمنا ولا حمنا، وفي تقارب بيننا وأهالينا ومناسبينهم. طيب، لدينا ثواني معدودة، بعد قليل هناك مباراة في تصفيات كأس العالم بين اليابان والسعودية. نعم. من يشجع علي عبد الستار؟ اليابان والسعودية؟ طبعا أنا بكل صدق أقول لك لا، أشجع السعودية. طبعا ليه؟ ليش تشجع السعودية؟ نعم، رغم بكل ما حدث اللي حدث، هذه سحابة صيف، وأنا مؤمن وإيماني قوي بالله سبحانه وتعالى أن الأمور ترجع إلى نصابها، والأخوان دائما يتعاونون. طيب، علي عبد الستار إذن ما زال يحب السعودية، يحبهم ويحب يسمع سواليفهم رغم كل ما حدث. أنا أحب كل شعوب الخليج.